صح. طيب احنا كده كده اكيد هنرجع للاهلي مره تانية، بس خلينا نحول كده شويه على المنتخب ولقائي السنغال. واعتقد ان الفتره اللي فاتت كان في مساحه وقت كافيه وفرصه كافيه قدام كارلوس كيروش ان هو يبص بصه كده على اللعيبه اللي في الدوري المحلي. هل ده معناه ان احنا ممكن نشوف في لقائي السنغال عناصر جديده يطعم بيها القوام الرئيسي والتشكيل الرئيسي للمنتخب؟ يعني مش هيخرج عن ممكن قفشه، يعني مش كتير يعني، لانه طبعا يعني الزخم اللي خده في البطوله العربيه وبطوله امم افريقيا يعني يخليه يعتمد بشكل كبير على اللعيبه اللي وقفوا ووصلوا لوصافه بطوله الامم الافريقيه بقوه يعني. فبالتالي التغييرات في عناصر مباراه السنغال، مباراتي السنغال مش هتكون كبيرة، عشان ما يبقاش فيه مغامرة زيادة عن اللزوم. هم واحدة هنا واحدة هناك، يعني انت داخل في تحدي صعب ومع فرقة مش قليلة، يعني فرقة لسه خارجين منها قريب ووجدنا صعوبات كثيرة قدامها. يعني لازم نكون واقعيين، يعني قدامنا شفنا قدام فرقة السنغال صعوبات كثيرة جدا، بغض النظر عن انهم فازوا بضربات ترجيح ولعبنا 120 دقيقة، لكن المباراة ما كانتش سهلة. فبالتالي لازم المباراة النهائية تتحط في أمم أفريقيا، تتحط في الاعتبار وفي ذهن كل كروش ومساعديه واللاعبين. فبالتالي أنا متوقعش تغييرات كبيرة في هو كروش أعلن الخمسة اللي هيجوا من المحترفين، صلاح وتريزيجيه والنني ومرموش ومصطفى محمد، دول الخمسة اللي هيعتمد عليهم. وبالتالي فالثقل كله يعني اللاعبين المحليين ان هم يكملوا المسيره دي، ومنهم نخبه مميزه جدا من لعيبه الاهلي على راسهم الشناوي الحمد لله، اللي هو اصبح في حاله فنيه وبدنيه طيبه جدا. فبالتالي المرحله الجايه مع المنتخب مصر مش محتاجه تقليب في اوراق، لا انا اخش بنفسي خبراتي مع المنتخب السنغالي اللي لعبت فيه مع نهائي امم افريقيا، واستدعي روح الثأر والتحدي عندي عشان على الاقل في المباراه الاولى امنها بهدفين ان شاء الله. هي دي النقطه، هتبقى صدمه مش حلوه لا للجماهير خلاص ولا حتى للمنتخب كلعيبه. يعني اعتقد هيبقى في مشكله كبيره اذا لم يتم يعني حسم، يعني هنقول نسبيا التاهل في القاهره، لان كده هيبقى صعب جدا. انت عندك 60,000 مشجع على ارضك، انت الاجواء كلها معاك، فلو انا ما حسمتش من هنا لا اعذرني هيبقى الشيء صعب للغايه. يعني لو متفق معايا على ان نتفائل، طبعا متفق معاك ماشي، احنا هنتفائل، بس خلينا يعني نفرش الموضوع بشكل يعني برضو نقول يعني دي مسؤوليه، طبعا مسؤوليه كبيره جدا طبعا، انت على بعد خطوه والثانيه من المونديال. يعني اعتقد الجماهير المصريه اللي انا عايز اقوله مش هتسامح في ده، خلينا نقول ان شاء الله. خصوصا ان منهم حوالي 60,000 هيكونوا حاضرين اللقاء، هتكون مسانده بقوه جدا، وهتكون عامل يعني فاصل في ان شاء الله تحقيق النصر لمصر. يعني اتمنى يكون بهدفين على الاقل، بهدفين على الاقل، لان طبعا فرقه السنغال لا يستهان بها لا اطلاقا، وما تروح دكار هتبقى معركه جامده جدا. ولكن احنا واخدين على اللعبه في افريقيا بسهوله وثقه، بس لازم يكون ظهرنا يعني محمي بكفايه ومش محطوطين تحت ضغط زياده. فان شاء الله اكيد كروش بيفكر نفس التفكير اللي حضرتك بتفكري فيه، المصريين كلهم يعني بنفس فكر المصريين، كان مسؤوليته مدرب محترف كبير وله قيمه ومشاركات في المونديال متعدده. فبالتالي يعني بالتالي انا شايف ان فرصه منتخب مصر لتحقيق الفوز القادم ان شاء الله مش بعيده، وفوز مطمئن وبركه في جماهيرنا ان شاء الله. ان شاء الله. هو الواحد برضه ساعات بيقلق من حته فرق عدد المحترفين اللي عندنا، احنا بنعد عندنا لعبتنا ما عد غنماتك يا جحا، احنا عندنا خمسه هذول. عد ايه؟ غنماتك يا جحا. لا دي انا مرسحة. يعني هو ايه اللي هو العدد محدود يعني، لكن هم السنغال عندهم عدد اكبر بكثير من المحترفين. لا هم كلهم محترفين تقريبا. كلهم وانديه محترمه، فانديه محترمه جدا، بس العب كوره
انت الكره مش بعيد عنك يعني، يعني مش يعني وما نجيش على صلاح قوي، لا لازم كلنا يبقى مصادر القوه والتهديف متعدده في الفرقه دي، نقطه مهمه جدا يعني. يعني وزي ما قلنا على الاهلي، الفرصه اللي تجيلك ما تتهاونش فيها يعني، اختمها ختام صح وهدف، وان شاء الله كل الخير لمصر.